توفي ابن عمي وعمل عمي الآخر عشاء عند أهل الميت. توفي إيش؟ ابن عمي. أي نعم. يقول وعمل عمي الآخر عشاء عند أهل الميت، هل يجوز الحضور لهذا العشاء أم أنه يعد من النعي المحرم؟ إذا كان العشاء يعده أهل الميت هذا من النعي ولا يجوز، لا يجوز أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس وينادونهم، هذا من النياحة، كما قال جرير بن عبد الله كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، لكن إذا صنعه أحد وأهداه لهم نظراً لحاجتهم فلا بأس بذلك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنهم أتاهم ما يشغل، فعمل الطعام على قدر حاجتهم وإهداؤه لهم هذا من السنة، أما أنهم هم اللي يعملون الطعام هذا من البدعة. نعم.